الحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا مشاهدينا عبر الهاتف من جدة الدكتور شادي خندنة، عضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال. دكتور شادي أهلا بك معنا. إلى أي حد يمكن القول إن الشباب على وجه الخصوص في الوطن العربي وجدوا دعما من كافة الصعد؟ نحن نتحدث هنا عن الدول التي تعيش تحت خط الفقر مثل اليمن، التي تعاني من البطالة مثل مصر، أو من تعاني من عدم استقرار أمني مثل العراق وسوريا واليمن. حياكم الله. طبعا هذا اليوم يوم مهم جدا، اليوم العالمي للشباب، وهو رقم 17 لانه 17 سنه اقر، وهذه السنه تحديدا يعني كان الاهتمام من الامم المتحده بموضوع السلام، فقالوا السلام من صنع الشباب. طبعا في العالم العربي نحن اكثر من يمتلك مقومات السلام، واكثر الشعوب سلام، اكثر الشعوب حاجه الى السلام. انا اعتقد اليوم الصوره مختلفه، في مبادرات كثيرة على مستوى الدول في العالم العربي يعني تعطي الشباب حرية الرأي، تعطي الشباب المشاركة في القرار، تعطي الشباب الدخول في القطاعات المختلفة والعمل فيها. يمكن زمان كانت الفرص أقل، لكن فيما يخص موضوع السلام كثير من الدول لا تزال متأخرة. يعني ذكرتي مصر، ذكرتي اليمن على سبيل المثال، اعتقد قدامها شوط طويل على ان تصل الى يعني خط بدايه في هذا الموضوع فيما يدعم الشباب بخصوص السلام. هناك تركيز على هذه الدول بشكل خاص دكتور؟ عفوا؟ هناك تركيز بشكل خاص على هذه الدول التي يحتاج الشباب فيها الى دعم اكثر من بقيه دول اخرى؟ بالتاكيد طبعا، هذه من برامج الامم المتحده وايضا من برامج العالم العربي. يعني مثلا مركز الملك سلمان يركز على هذا الامر، لكن الفكره وما فيها انه هذه الدول فيها مقومات كثير ضعيفه من موضوع الانفراستراكشر، البنيه التحتيه، حتى الفرص فيها قليله للجميع وليس فقط للشباب، لذلك هي تفتقر الى هذه المقومات. طيب، أهمية وجود الدعم الفعلي دكتور للشباب لتفعيل دورة في ردع الصراعات وتنمية الأوطان من جهة، وعدم الانجراف وراء التطرف والجماعات الإرهابية من جهة أخرى؟ أعتقد اليوم في مراكز كثيرة الحمد لله في الدول العربية تدعم هذا الأمر، من ضمنها مؤسسة محمد بن راشد على سبيل المثال، مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال في مدينة جدة، وفي العديد حقيقة من المراكز الآن اللي بدأت تدعو إلى نبذ التطرف وإيضاح الصورة الحقيقية للإسلام وللعروبة، وكيف تكون الشخصية المثالية أو الحقيقية للشاب المسلم أو الشاب العربي. دكتور، بالإضافة إلى المراكز والمؤسسات اللي ذكرتها حضرتك، أي الطرق أو المنابر الأكثر تأثيراً اليوم على الشباب لتفعيل دورهم الإيجابي؟ هل هي وسائل الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي، رجال الدين، أو المؤسسات التعليمية، أم ماذا برأيكم؟ قد يكون اليوم هو المؤثر الأكبر وسائل التواصل الاجتماعية، وهي يعني مفتوحة للجميع والكل يذكر رأيه. فالجميل أنه تبدأ المراكز العلمية وتبدأ الجامعات وتبدأ المنابر يعني تبين كيف يستطيع الشاب أو الشابة اختيار النافع من هذه الوسائل، واختيار الأفضل للمتابعة من خلال هذه الوسائل في التواصل الاجتماعي. طيب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. حدثنا عبر الهاتف من جدة الدكتور شادي خوندنة، عضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال.